كان معايا في هذه اللحظات طبعا مهندس محمد يحيى، اكيد المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي الاهلي. باشمهندس برحب بيك، انجاز كبير جدا، عملت اكيد مجهود جامد جدا عشان نوصل لهذه اللحظات اللي بيتم فيها وضع حجر الاساس الخاص بفرع النادي الاهلي بتدمر. هو الحمد لله، الحمد لله احنا الحلم بتاعنا اخيرا اتحقق. خلي بالك الحلم ده من تقريبا نص 2014. انا فاكر انا رحت تقريبا في الميعاد دوت مع الباشمهندس محمود طاهر للدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان، وقلنا له احنا عايزين ارض في التجمع الخامس عشان تبقى الفرع الرابع بتاعنا، والراجل مشكورا قال حاضر وبدا يدينا ويطلع لنا الارض اللي عنده وبدانا نختار. فالحمد لله، الحمد لله الحلم ده بقى حقيقه خلاص. احنا دفعنا مقدم الارض، دفعنا ثمن المصاريف الاداريه، جاري الان استخراج القرار الوزاري، وفي نفس الوقت اللي احنا بنعمله اللي احنا قاعدين بنحتفل فيه النهارده فرق المساحة كلها شغالة في الموقع عشان الرفع المساحي اللي هنبتدي التصميمات النهائية على أساسه. وده معناه ان النادي الأهلي كله بيكمل بعضه، يعني الفايل هيبقى كامل للي هيجي يمسك بعد كده. زي ما احنا نقطة مهمة جدا، دي نقطة مهمة جدا، كويس حضرتك. لا احنا يا بص، اللي هيجي هيكمل، يعني لو جه مجلس جديد هيكمل المجلس ده، المجلس ده فضل هيكمل اللي عمله. زي ما احنا في الشيخ زايد برضو، واحنا الشيخ زايد ما احنا خدنا الارض الحمد لله من مجلس الكابتن حسن حمدي، كان عليها المبنى اللي هو المبني دوت وشويه مرافق وكملنا عليه، وهيجي اللي بعدين هيكمل واللي بعد بعدين هيكمل. هو ده مجلس اداره النادي الاهلي من سنه 1907 لحد النهارده، كل سنه في انجازات. بس اللي بقوله بس ان المجلس الحالي انجازاته كانت كتيره قوي في وقت قليل قوي وفي مشاكل كتيره جدا، بس ده اللي انا اقدر اقوله. لكن اللي قبلنا انجزوا في انجازات كتيره لكل الناس اللي قبل كده. قولي تفاصيل بس بسيطه عن مساحه الارض، كل ما يخص طبعا هذه البقعه اللي تم اختيار فيها طبعا فرع نادي الاهلي التجمع. طبعا الارض مكانها مميز جدا، زي ما شفتوا الشرح الباشمهندسين الاستشاريين عملوه، ان هي ملتقى مجموعة طرق. كله يعني احنا في النص تقريبا، دي الميزه. على يمنا وعلى شمالنا في مشاريع اسكانيه ضخمه. مساحه الارض 50 فدان. ان شاء الله المرحله الاولى بتاع اللي هنبتدي فيها على طول، او يعني هيبتدي فيها اللي هيجي بعد 30 نوفمبر ان شاء الله. المفروض المرحله الاولى هي المبنى الاجتماعي، هنعمل حمام سباحه للاعضاء، حدائق الاطفال، ملاعب كره القدم الاكاديميه، الملاعب التنس والهاندبول والباسكت والفولي. دي المرحلة الأولى. تاني المرحلة الثانية هتبقى الصالة المغطاة والكاراتيه، صالة الكاراتيه والسكواش والألعاب القوة، حمام السباحة الأولمبي وحمام الغطس. كل دي المرحلة الثانية. ماشي يا فندم، شكرا.